الخير. يوم التنين 21 نوفمبر تشرين الثاني. اليوم هو آخر نهار بتكون في شمس موجودة ببرج العقرب. الليلة حوالي الساعة 11:30 المساء بتوقيت بيروت بتنتقل الشمس لبرج القوس. أما بالنسبة للقمر فرح نشتغل على أساس أنه القمر موجود ببرج العذراء كل النهار، لأنه حوالي الساعة 11:30 بينتقل القمر من برج الأسد لبرج العذراء. إذن القمر ببرج العذراء، كيف رح بيكون نهارنا اليوم؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، في تغييرات كتير كبيرة عم بتصير بهيدا النهار. بتحس حالك انه مش عارف حالك، معصب، مبسوط، مرتاح، في شغل، ما في شغل. هيدا النهار رح بيكون بالنتيجة ببلش جيد، لكن معه هيدا النهار نوعا ما رح بيتشربك. لكن بقول لك انه الايام المقبلة نوعا ما رح بتساعدك. طول بالك، كون منظم، بيمشي الحال. الاكثر حظا 6-7-8 نيسان ابريل. ننتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور هيدا نهار بيعتبر بالنسبة لك بداية الانفراجات. أول شيء بتخلص وأخيرا من الشمس ببرج العقرب، مثل الشخص اللي مسكر، مثل الباب اللي مسكر بوجهك. بكرة الباب بينفتح. خلال ساعات هيدا النهار مولود برج الثور رح بيلاقي حاله انه عم تتطور الامور، عم بيتطور النهار. كل ما عليت الشمس على الظهر، برجع كمان حتى بعد الظهر، كل ما عليت الشمس رح بتحس حالك مع تقدم ساعات النهار انك مبسوط، انك مرتاح، وبتحس حالك انه خي في امل وتفاؤل ومعك كل الحق. تبقى المواليد الاكثر حظا اكيد اليوم رح بتكون مواليد شهر نيسان ابريل، تحديدا 29 و30 نيسان. بننتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء بالعكس تماما، هيدا الجو الحلو اللي عم بحكيه للحمل وللثور، بالنسبه لبرج الجوزاء نوعا ما تقريبا العكس. مولود برج الجوزاء بده يحضر حاله، هالباب اللي فتح عند برج الثور نوعا ما يمكن يسكر بوجهك، وبالتالي بدك تكون شخص شوي عم بتفكر لبعيد، عم تفكر بمنطق، عم تعمل حساباتك، مش انه قاعد ناطر فجاه شو بيصير. ما في فجاه، ابتداء من بكره بدك انت تستبق الامور. الاجواء، خلينا نحكي عن اليوم، الاجواء جيده، في بعض المزاجيه، هيدا نهار بعده بيساعدك، حاول بس ما تفش خلقك باقرب الناس حدك. بتبقى المواليد الاوفر حظا 6-7-8 حزيران يونيو. بنكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان الأجواء جيدة وحلوة، واليوم بعتبره كتير مميز، وشوي يمكن تحسه أنه أفضل من بكرة. بجميع الأحوال الجو اليوم مساعد لإلك، الجو اليوم بخليك تبين بحل كتير حلوة. هيدا النهار رح يعطيك فعلا يقظة كتير كبيرة، alertness كتير حلوة، awareness لكل شيء عم يصير من حولك وسرعة بديهة. شو بدك أحلى من هيك؟ هيدا أضف إلى ذلك بعض الحظوظ. إذا نهار جيد جدا والأوفر حظا كل مواليد سرطان 1-9 تموز يوليو بشكل خاص. منكمل مع برج الأسد. مولود برج الأسد التطورات إلى أفضل، الحظوظ إلى أفضل، الوقت عم يتقدم لصالحك، فبدك طول بالك، مش هلا آخر أول دخول وشمعة طوله، لا، بدنا نطول بالنا لحتى هالشمس اللي عم تنتقل لبرج القوس تكون فعلا بدايتها حلوة، وهيك رح تصير. إذا مولود برج الأسد تقدم مع الموجود، امشي مع الفلو، مع اللي ماشي، وحاول إنك تاخذ بعض الخطوات يلي بتنفعك وما بتضر الآخرين، هيك بتكون عامل حساب وخط الرجعة. الأكثر حظا 8-9-10 آب أغسطس. بنكمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء نهار كتير مهم، القمر ببرجك، هيدا الشيء كتير مهم مش شوي، لأنه كل هالإنرجي، الطاقة اللي فضيت منك بثلاث أيام اللي مرقت تقريبا، الأربعة أيام، الخمسة أيام، أو تحديدا يمكن باليومين السابقين، عندك اليوم التنين الثلاثة والأربعة كتير مهمين، وكأنه ما في بالعالم الكون كله إلا مولود برج العذراء. فعم أقول حساب أنه أنت مطلوب، أنت شخص محبوب، أنت شخص مرغوب تكون موجود بمشاركة ما. ما تفكر أنه دايما أنك تنطلب معناتها لأمور سهلة وبسيطة، بالعكس، يمكن تنطلب ويكون حضورك ضروري لأسباب صعبة، وهون شطارتك. بتبقى المواليد الأكثر حظا 8-9-10 أيلول سبتمبر. بنكمل مع برج الميزان. بيدخل مولود برج الميزان اليوم بمرحلة ترقب وتريث، وكأنه فيها ثلاث أيام ما عم يزبط فيهم شيء، وكأنه هالثلاث أيام نوعا ما مهمشينك وحاطينك على جنب.
هيدا ما لازم نزعل منه، هيدا معناتها انه نوعية الوقت هيك، بنفكر بمنطق وبنشتغل بهالثلاث ايام على مسائل ما بدها شيء من حدا، ما بتتطلب دعم من حدا، ما بتتطلب حظ من حدا، اشتغل على حالك، اشتغل على اعمالك الروتينيه السهله وما تعذب حالك. 8 9 10 اكتوبر بضلوا الاوفر حظا. بنكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب نهار حلو، نهار فعلا بخلي مولود برج العقرب يبين ويتميز عن غيره من الباقين انه هو شخص فعلا اداري فعال ناشط وقادر يحرك هو دينامو بمحيطه، هذا الشيء كثير مهم، بيخلي الاضواء ترجع تنقلب بشكل ايجابي لعندك. الاوفر حظا 7 ل 9 نوفمبر. بنكمل مع برج القوس. بالنسبه لبرج القوس اليوم نهار متعب كثير، كثير متعب وضروري تكون حذر بهيدا النهار. لل 11:30 المساء بتوقيت بيروت، يمكن تحس بتقل المسؤوليات، بصعوبة التحديات، كبر الأزمات، يمكن كله بفكرك مش موجود، لكن بغض النظر نوعية الوقت اليوم مش سهلة، بدها شوية قوة، عزيمة قوية، بدها طول بال وبدها عدم ردة فعل. إذا اليوم بدك تنفعل يمكن مش لصالحك، كون حذر بالتالي 8 9 10 ديسمبر. بنكمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي الأمور حلوة بهيدا النهار، بهيدا النهار، اليوم نهار كثير حلو بيرفع من شأنك، بخليك نوعا ما تكون شخص ناجح بتميز ومناسب جدا للمنافسات، فما تخلي منافسة ما تشترك فيها اليوم، عم بحكي عن اليوم، وبالتالي النتيجة بدها تخلص اليوم. قبل الساعة 11:30 المساء بتوقيت بيروت. الأكثر حظا 31 ديسمبر و1 و2 جانيوري كانون الثاني. بنكمل مع برج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو انهار لا بأس به، انهار بيطلب المزيد من الحوار، بيطلب المزيد من المسايرة، لأنه في أمور بدها ترتيب، بدها إعادة نظر، جرحت فيها الآخرين، زعلتهم، اخذوا عنك افكار منها هالقد سهله، يمكن ما فرقاني معك، لكن بدك تفكر لابعد من من منخارك، الامور بحاجه الى اعاده تنظيم، بدك تنتبه لبعض المسائل الصحيه ايضا، وكون حذر جدا 28 ل 31 كانون الثاني يناير. بنكمل مع برج الحوت. بالنسبه لبرج الحوت اليوم، اليوم نهار اليوم نهار نوعا ما بغير المعطيات الموجوده اليوم، على اساس ماشي ومبسوط ومكيف ومرتاح، فجاه اليوم بتتفاجئ ابتداء من 11:30 الصبح بتتفاجئ بخربطه، اتصال انه ما زبطت، او اتصال في شخص ما عم يرضى، في بعض الامور يلي رح تزعجك وتزكزكك اليوم. والأسوأ من هيك انه بكره وبعد بكره رح بيكونوا معقدين وشوي ضاغطين، فاعمل حساباتك انه تشتغل على اساس انه ما بدنا نزعل حدا، بدنا نستفز حدا، ما بدنا نخلق مشكل لحدا، وما بدنا نورط حالنا، هيدا اللي بدك تشتغل عليه بين اليوم والاربعاء وطبعا بقيه هالشهر. تبقى المواليد الاكثر تعبا 28 شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم سنة حلوة جيدة، استفيد منها قد ما بتقدر، لأنه هيدي السنة أكثر الإيجابيات رح بتكون من خلال تعاملك مع الببليك، مع الكوميونيتي، كل ما تعاملت مع المجتمع كل ما لقيت حالك أنك أنت فعلا عم تتقدم. إذا بدك تحط حالك بالزاوية وتشتغل لحالك على الأرجح ما رح تاخذ، ما رح تستثمر وما رح توظف كل الطاقات والحظوظ الموجودة لصالحك. بتبقى الأشهر الأفضل نوفمبر تشرين الثاني، آذار مارس، ثم تموز يوليو. هاي كانت الأبراج لليوم، إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. شكرا لك كارمن. رح نتوقف هلا مع اول بريك، ومن بعدها رح يكروا التليفونات بما انه اليوم العالمي كمان للاتصالات، فنحن بنستقبل اتصالاتكم مباشره على الهواء تقريبا بثلاث ارباع الفقرات، وبنبدا مع عريوه بعصحة السلامه بعد البريك.